علي دين لأشخاص لا أعرف لهم عنوان ولا رقم هاتف، فماذا أفعل في هذا الدين؟ نعم، علي دين لأشخاص لا أعرف لهم عنوان ولا رقم هاتف، فماذا أفعل في هذا الدين؟ انتظر يأتونك، ما دام الدين لهم هم يجون يطلبون دينهم، انتظر، فإذا مضت مدة أيست من مجيئهم ولا تعلم عنهم شيئا ولا تعرف عنوانهم، فتصدق بهذا الدين عنهم، تكون صدقة لهم.